السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. هنبدأ النهاردة مع بعض أول فيديو لمادة نيو هالو for the first term للترم الأول. Unit 1 Coming Home، العودة إلى المنزل، Part 1، أول جزء في اليونت. هنتعلم الأول مع بعض بعض الفوكابلري الجديدة. أول كلمة عندي هي read on the sofa أو read on sofa، يعني يقرأ على الكنبة. الكنبة احنا عارفينها مكان بنقعد عليه أكتر من فرد أو فردين، بيبقى سميه صوفا. طبعا خلي بالك هنا البريبوزيشن بتاعي هيكون on. تاني حاجة عندي block of flats. block of flats عمارة سكنية. كلمة بلوك بتطلق على العمارة اللي هي بتكون مجمع من الشقق، بيكون مثلا بتشمل عدد كبير من الشقق. طبعا فلاتس هنا جمع لانها مش هيكون فيها شقة واحدة. ولو انا عايزة اقول مجمعات سكنية او عمارات سكنية، الجمع عندي هنا هيكون لكلمة بلوك، تبقى blocks of flats، يبقى بلوك يعني عمارة او مجمع سكني. Do sports يعني يمارس الرياضة. طبعا الصورة موضحة مجموعة مختلفة من الرياضات، يبقى كلمة sport اللي هي رياضة ممكن استخدم معاها verb do وبيجي بمعنى يمارس، يبقى do sports يمارس رياضة. Text friends. Text friends يعني يرسل او يكتب رسائل نصية للأصدقاء. زي ما انت كده طول النهار ماسك موبايلك وعمال تبعت رسائل على الماسنجر ورسائل على الواتساب، انت بتكتب رسالة فيها كلام، تبقى دي كده اسمها text، رسالة نصية. Text friends. كلمة text ممكن تكون verb بمعنى يرسل رسالة، او ممكن تكون noun بمعنى نص مكتوب. daily routine يعني الأشياء اليومية اللي أنا بعملها بشكل منتظم، يبقى daily routine معناها الروتين اليومي أو الأفعال اليومية. زي مثلا لو أنت بتصحى كل يوم في نفس الميعاد فده روتين، لو أنت كل يوم لازم تتغدى الساعة 3 ده روتين، لو كل يوم لازم تنام الساعة 10 يبقى ده روتين، لو لازم تقرأ كل يوم يبقى ده روتين يومي. يبقى كلمة daily معناها يوميا، يعني something that you do every day، حاجة أنت بتعملها كل يوم. البريبوزيشنز حروف الجر. هنتعلم كده حروف الجر مع بعض الكلمات. اول حاجه عندي هي بريبوزيشن او حرف الجر ان. لو احنا قلنا مثلا in the holidays معناها في الاجازات. يا ميس احنا ما خدناهاش كده السنه اللي فاتت، احنا خدنا on holiday. خلي بالك انا عندي هنا ايه اللي هيختلف عندي؟ عندي هنا the. لو كلمه holiday معرفه بthe يبقى هتستخدم قبلها بريبوزيشن in. preposition on لو قلت مثلا on the right يعني على اليمين، كلمة right بمعناها اليمين. طيب لو قلت on the right يعني على اليمين، لو بشاور لك على حاجة اقول لك this is on the right، يعني هو يوجد على اليمين. at the weekend. weekend اللي هي اجازة نهاية الاسبوع، يعني انت حضرتك مثلا بتروح المدرسة من الحد الى الخميس، يبقى اخر الاسبوع بالنسبة لك Friday and Saturday، ده كده ايه الويكند بتاعك، الاجازة اللي انت مش بتروح فيها شغلك او مدرستك او مكان عملك في نهاية الاسبوع. لما بتقول لي في نهاية الاسبوع يبقى at the weekend. I always go to the club at the weekend. انا دايما بروح النادي في اجازة نهاية الاسبوع. on the way to، كلمة وين بمعنى طريق، قال لي on the way to يعني في طريقي إلى. لو أقول لك مثلا I meet my friend أو I met my friend on the way to school أو on my way to school، يبقى أنا قابلته في طريقي للمدرسة، يبقى هتستخدم preposition on وبعدها حرف الجر أو preposition to قبل المكان، ما عدا لو المكان اللي عندك هو كلمة ايه home، لأن احنا أخدنا من سنة أولى إن كلمة home مش بستخدم قبلها prepositions إلا لو بقول في المنزل تبقى at home. at home. لو أنت بتقولي أنا في طريقي للمنزل هتقولي I am on my way home. هنشوف مع بعض مجموعة من الاكسبريشنز أو التعبيرات اللي بستخدمها لما أجي أتكلم. هنا جايب لي مجموعة من الناس بتعمل exercises يعني تمارين. لو قلت do exercise يعني بمعنى يمارس التمارين.
have fun. have fun يعني يستمتع، يعني يقضي وقت مرح. have fun لما تحب تتمنى لحد قضاء يوم جيد او وقت جيد هتقول له have fun. have for lunch. هنا جايب لي في الصورة مثلا حد بيتناول العسل، فهو بيقول ممكن اقول he has honey for lunch، يعني هو بيتناول العسل في ايه، في وجبة الغداء. يبقى بعد have هحط نوع الطعام، for بعدها الوجبة اللي انا باكل فيها الاكل ده. هنشوف. choose the correct answer. هنختار مع بعض الاجابة الصحيحة، نحل مجموعة من الاسئلة على الفوكاب والحاجات اللي احنا تعلمناها دلوقتي. number one I like to space my friend in the evening. I like يعني أنا حابب إني إيه صديقي في المساء. read by cover text. طبعا إحنا خدنا مع بعض text friend يعني بيرسل لأصدقائه رسائل نصية. حسام lives in a big space of flat in Giza. حسام بيعيش في إيه من الشقق في الجيزة. way block lock part. طبعا الإجابة تبقى block of flats اللي هي مجمع سكني أو مجمع سكني. Number three, I go to the bakers with my mother. Space, we always buy bread in the morning. يعني احنا انا بروح للمخبز مع ماما، احنا دايما بنشتري الخبز في الصباح. Dairy, daily, dearly, deeply. هتبقى daily يوميا لان دي حاجة هو بيعملها كل يوم صباحا. Number four, do you space lunch at home or at school, علي؟ أنا بسأل سؤال لعلي. هل أنت الغداء في المنزل أو في المدرسة؟ break, build, hurt, have. طب إحنا أخذنا إن بتناول الطعام مع أي وجبة أو وراها أكل أو شرب يبقى have. have lunch. excel yourself. excel yourself دي سنة تانية معناها ان انت هتقرأ سؤال وهتجاوبه بنفسك في الكومنتس تحت الفيديو. the children had a lot of space at the park yesterday. fans, fun, flats, ways. number two, come and sit on this space for people can sit on it. اربع افراد ممكن يجلسوا عليها. chair, cushion, table, صوفة. examples. تعالى كده بما ان ده اول يونت هناخده مع بعض السنه دي سنه تانية، فاحنا هنراجع على تنس اخدناه كتير قبل كده وانتوا بقى هتشتغلوا معايا. اول اكزامبل بيقول لك I usually go to school on time. انا دائما اذهب للمدرسه في الوقت. هو فكرني كده، هو ده زمن ايه؟ present simple tense. present simple. طب امال عرفته ازاي؟ جايب لي subject I وجايب لي الverb infinitive اللي هو go وجايب لي كمان كلمه usually من الكيوردز اللي بتدل على present simple. excellent. طب قبل ما نكمل تعالوا نفتكر مع بعض، هو present simple ده زمن كنت بستخدمه ليه؟ كنت بستخدمه لما اجي اعبر عن habits العادات or facts الحقائق او كمان الروتين، الحاجات الروتينيه اللي انا بمارسها كل يوم. فهنا بيقول انا عادة بذهب للمدرسة في الوقت المحدد، يبقى دي كده من الروتين، انا متعود اني اروح مدرستي في الوقت المحدد. example number two بيقول لي she always gets up early. هي دائما بتستيقظ مبكرا. طب في فرق هنا ما بين الجملة دي وما بين الجملة اللي فوق. احنا قلنا هنا الverb infinitive بس لقيت الverb عندي هنا ايه؟ plus s لان انا عندي subject اختلف هنا، استخدمت she. طب احنا بنعمل كده امتى؟ لما يكون عندي ال pronouns he و she و it ولو عندي اي singular noun. تمام، يبقى تعالوا نفتكر مع بعض ان ال present simple الverb في الجملة هيكون على حسب شكل او نوع ال subject. اذا كان I, you, we, they او plural noun دايما الverb بتاعي هيكون infinitive زي go هنا. he she it singular noun يبقى هتضيف للverb s or s or is. وهنعرف دلوقتي ايه الفرق. ان انا متعود لو القاعده الاساسيه اني اضيف للverb s ال es دي بتكون امتى؟ ال es لو كان عندي الverb بينتهي ب s s s h c h o او x. excellent. وال is دي بضيفها لو نهايه الverb، لو نهايه الverb y وقبلها بس الشرط يكون قبلها consonant letter. اما احنا عندي هنا في كلمه اسمها usually، في عندي هنا كلمه اسمها always، دي مش افعال، لا دي adverbs of frequency بتدل على present simple. يبقى دي احوال بتدل لي الفعل بيتكرر قد ايه، لان احنا قلنا ان هو بيعبر عن habits
طيب لما اقول لك usually عادة always دائما، يبقى انا عندي الاحوال دي هتقول لي انت بتكرر الفعل كل قد ايه؟ اللي هم تعالوا كده نفتكرهم مع بعض، مين يفكرني بيهم؟ كان اول حاجة always، يبقى انت بتعمل الفعل 100%. لو التكرار بتاعك بيقل شوية هتستخدم كلمة usually. بعد كده ممكن استخدم often معناها غالبا. بعد كده ممكن sometimes احيانا. ممكن ايه كمان؟ hardly ever اللي هي معناها نادرا. ممكن occasionally معناها من حين لاخر. عندي برضو rarely نادرا، ولو مش بتعمل الحاجة خالص ممكن نستخدم كلمة never وبستخدمها كأنها أداة نفي. example كمان ونشوف حالة النيجاتيف، بنقول ايه؟ we don't listen to music، يعني احنا مش بنستمع الى الموسيقى. يبقى كده انا بعبر عن اني مش بعمل العادة دي، او في fact ان انا ما بسمعش الموسيقى. طب احنا نفينا ازاي؟ انا عندي هنا برضو شرط علشان انفي، بقسم برضو pronouns نوعين زي ما قسمناهم في الاول. المجموعة بتاعت I, we, you, they واي plural noun هنفيها بكلمة don't، وبعد don't هيجي لي الverb infinitive. اما لو كان عندي subject he, she, it او اي singular noun، ده انا بنفيها بكلمة doesn't، ودلوقتي هنشوفها في الامثلة، وبرضو بيجي لي وراها الverb infinitive. excellent. تمام، يبقى انت ما تنساش كده ان عشان تنفي اي زمن انت بتستخدم كلمة not مع helping verb. جملتي في حالة الaffirmative او الاثبات ما فيهاش فعل مساعد، احنا هنا بنستخدم verb to do. do مع are, you, we, they اسم جمع هتنفيها تبقى don't. دو اخرها او بتضيف لها اي اس تتحول الى does مع هي وشي وايت والسنجلر ناون، ولما احب انفيها بتبقى doesn't. يبقى النفي بdon't او بdoesn't. وطالما ان انا ضفت الاس مره او الاي اس مره لدو وتحولت لdoes، فمش هضيفها تاني للفعل الاصلي. فدايما بعد don't او doesn't الفيرب هيكون ايه؟ infinitive. number 4، طبعا وضحت ان المجموعه هي او شي او ات والسنجلر ناون هنفيهم بدوزنت. بيقول لي هي دوزنت واتش تي في ات نايت، يعني هو مش بيتفرج على التلفزيون في الايه في المساء. دي عاده هو مش بيعملها في المساء. طيب هنا لاحظت ان انا جبت دوزنت وجبت وراها واتش بدون اي اضافات. هنا انت ممكن بدل ما تستخدم don't او doesn't او helping verbs للنفي، اتفقنا ان انا ممكن استخدم الادverb او الحال never اللي هو معناه ابدا. طيب هنا بتدل على ان تكرار الفعل zero، يعني انت مش بتعمله. قال لي بس خلي بالك من حاجه، احنا اتفقنا ان هنا do اتحولت الى does باضافه es لانها اخرها او. طبقنا القاعده he او she او it او singular noun الverb اخره او ضفنا له es فتحولت لداس، عشان كده ما ضفناش هنا اي اس. طب هل كلمه نيفر هنا فعل؟ نو no, هنا ادفيرب. ادفيرب، يبقى معنى كده ان انت لما تيجي تتعامل مع الفعل هصرف الفعل عادي على السبجكت. هصرف وهبص على السبجكت. لقيت المجموعه الاولى اللي بيجي معاها فيرب انفينيتيف زي مثلا اي نيفر بلاي فوتبول، انا ما بلعبش كره قدم ابدا، اي الفعل معاها انفينيتيف. او زي المثال اللي عندي هنا اسامه نيفر goes to school late، اسامه لا يذهب للمدرسه متاخر ابدا، اسامه singular noun. يبقى الفعل هشوف الاضافه اللي محتاج ياخدها ايه، ف go اضاف لها es. number 6 هنا بقى في حاله لو انا عايزه اسال سؤال، هنا السؤال عندي بهاو اوفن معناها كم عدد المرات. لما اجي بسالك عن العاده اللي انت بتعملها دي قد ايه بتعملها، بتعملها دايما، بتعملها بعدد معين في ايام الاسبوع، هسال باداه الاستفهام هاو اوفن. طب لو كان عندي السؤال بستخدم فيه الهيلبنج فيرب ايه في البريزنت سيمبل؟ اتفقنا هنستخدم فيرب تو دو، يبقى دو او داز. تمام، طيب انا بستخدم دو او داز في السؤال حسب ايه برضو؟ السبجكت. السبجكت اللي عندي في السؤال مين؟ they. تمام، استخدمنا معاها دو، وزي ما احنا متفقين نفس المجموعه I, you, we, they او plural noun بنفس المجموعه، يبقى في السؤال كلهم هيكون الفعل المساعد معاهم دو. يبقى هقول او it او singular noun هستخدم does. ولو عندي باقي pronouns او plural noun هستخدم دو. يبقى بعد كده المين فيرب كمان هيكون في الانفينيتيف. طيب السؤال بتاعها اوفن احنا قلنا معناه ايه؟ كم عدد المرات. لو انت عايز تجاوب عليه ممكن اقول هنا لو ردا على السؤال ده هقول they always do sports، يعني هما دائما بيمارسوا الرياضه. يبقى انت ممكن تستخدم الادفيربس اوف فريكوانسي او احوال التكرار اللي احنا قلنا عليها علشان ترد على السؤال بتاع هاو اوفن، وممكن تقول لي عدد المرات فعليا، مره مرتين ثلاثه خمسه، تحدد في مده معينه في اسبوع في شهر وهكذا.
يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي في الجرامر مع بعض عن البريزنت سيمبل تنس، وقلت ان الزمن دوت في حاله الافيرماتيف او في حاله الاثبات بيتقسم لمجموعتين، عندي اي ويو وي وذي والبلورال ناون هيجي لي معاهم الفيرب انفينيتيف بدون اي اضافات، وعندي المجموعه الثانيه اللي هي هي شي ات اي سنجولر ناون هيجي لي الفيرب بلس اس اي اس اور اي اي اس. اما في حاله النيجاتيف او في حاله النفي برضو هقسم لمجموعتين، I, you, we, they are plural noun هيكون النفي بهلبنج فيرب don't بعدها فيرب infinitive، he, she, it او singular noun النفي doesn't بعدها فيرب infinitive. شوف مع بعض الاكسرسايز. read and correct number one. علي is a kind man. علي رجل طيب. he is never good to poor people. هو رجل طيب مش هيكون ابدا جيد مع الفقراء. نو لا طبعا، هو المفروض ان هو هيكون always good to poor people. يبقى انا هنا هغير الادفيرب على حسب معنى الجمله. number 2 he never is late for school. قبل كده قلنا مع بعض ان انا بستخدم الادفيرب اوف فريكوينسي هنا بعد السبجكت عندي وبراها الفيرب، الا لو كان عندي فيرب تو بي. لو كان عندك فيرب تو بي اللي هو عباره عن ام از ار في البريزنت، يبقى فيرب تو بي الاول وبعد كده الادفيرب، وبناء عليه هنا هنقول هي از نيفر. نمبر 3 هوز بنسل از ذس. Whose pencil is this؟ أنا بسأل عن ملكية القلم ده لمين؟ طيب أنا هسأل بأداة الاستفهام إيه؟ Whose نفس النطق بس كتابة مختلفة. هي هو اللي في السؤال دي أصلاً معناها إيه؟ Who is أو who has؟ تمام، لكن أنا هستخدم لملك من اللي هي whose. طبعاً دي حكاية إحنا بنفتكرها مع بعض، درسناها في الصف الأول. Sell yourself زي ما اتفقنا. Read and correct. أنت هتحل بنفسك الأسئلة في الكومنتس. Number one. سامح usually study English at night. Number two. He never is late for school. Thanks for watching us and goodbye.